أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن مباراة إنجلترا وفرنسا الودية ستقام في موعدها الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي في لندن، رغم الاعتداءات التي هزت العاصمة باريس أمس الجمعة. يعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الأحد قراره النهائي في مصير المباراة الودية أمام هولندا والمقررة الثلاثاء المقبل في هانوفر في أعقاب سلسلة الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا. أعلن مدرب إنجلترا روي هودسون أن لاعب وسطه مايكل كاريك سيغيب عن المواجهة أمام فرنسا بسبب التواء شديد في الكاحل تعرض له خلال المباراة الودية التي خسرها فريقه أمام مضيفه الأسباني بهدفين يوم الجمعة.